أنا سألته ردا على سؤالي ليه تأخير في تنفيذ القرار 242؟ قال لي إن في ناس هنا بيشتغلوا لصالح إسرائيل. نعم. قلت له زي مين؟ فقال لي على أسامي. أسامي مسؤولين أمريكيين، أسامي كبار. مسؤولين كبار. يعملون لصالح إسرائيل. أيوه. قلتك هذا الكلام للسفير، السفير بعته في برقية. سفير الدكتور أشرف غربال بعت هذا الموضوع في برقية. أنا نظرا لأنه هو حذرني أن أنا أجيب سيرته اسمه، فقلت أنا طلبت من السفير ما يكتبش اسمه. يبقى علمنا من الوزارة الفلانية كذا، من غير ما نقول اسم، هم عارفين مين اللي قابلني. اتصل للراجل اللي قال لي الكلام ده اترفض من وظيفته. فأنا زعلت لأن أنا الذي تسبب في أنه هو ضيعت مستقبله، أنه كان في مركز كويس. قلت له انا عندي واحد يهمني انك تخدمه. قال لي ايه؟ قلت له فلان الفلاني. قال لي هات لي السي في بتاعته بايوجرافي وانا اشوف. فاديت له، بعت له بجواب الخلفيه المهنيه بتاعته. نعم. وفعلا دبر له وظيفه.